حلقة اليوم أكثر من رائعة، وابتداء من هذه الحلقة انتظروا حلقات رائعين ومشوقين. في النهار الثاني غادي تفاجئوا الروم أن الجيش اللي كانت يقاومهم بالأمس ماشي هو هذا ديال اليوم، وباللي هذا راه وفد واحد آخر اللي جا من المدينة. تخلعوا الروم وما فهموا والو، وخافوا أنه يزيد يتزاد العدد ديالهم. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سلام الله عليكم أينما كنتم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من السلسلة ديالنا مع الحبيب. قبل ما تبدأ الحلقة ما تنساش أنك تضغط على زر الإعجاب، كتشجع ليا باش هذا المحتوى يوصل لفئة كثيرة من الناس. خلينا ما نتعطلش لكم أكثر ونقول لكم لنبدأ. كيف خليناها في الحلقة نتاع البارح، من بعد ما داز عام على صلح الحديبية غادي يخرج 2000 رجل ونساء وصبيان باش يعتمروا. الناس اللي شهدوا الحديبية غادي يخرجوا كلهم مع رسول الله إلا من استشهد ومات، وهاد العمرة غادي تسمى بعمرة قضاء. هاد العمرة اللي ما قدرتش تكمل هذه قبل سنة. غادي يخرجوا الصحابة باش يؤديوا العمرة ديالهم كيف وعدهم رسول الله. غادي يشدوا الطريق من المدينة لذو حليفة محرمين. الموصل لذو حليفة بدوا بالإحرام وقالوا لبيك اللهم لبيك، وانطلقوا لمكة. كل شي فيهم سيقولها، وقلوبهم كانت متشوقة للطواف والصلاة ببيت الحرام. حتى من أهل مكة اللي هاجروا منها اشتاقوا لها. لما وصلوا رسول الله خدم معاه السلاح خوفا من غدر قريش، ولكن ما دخلوش معاه، غادي يحطوا خارج مكة ومعاه 200 رجل كيحرصوه حسب الاتفاق اللي سنع عليه الصلاة والسلام. غير يركب الحبيب الناقة ديالو القصواء متوجها باش يدخل لمكة حسب داك الاتفاق. أو لذاك البنت تقدم عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، غير هو اقترب باش أنه يدخل الحرم، غادي يخرجوا المشركين باش أنهم يشوفوا المسلمين. بدأت يقول بعضهم البعض شوفوا محمد وصحابه أوهانتهم حمى يثرب. أمر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صحابه بلي أنهم يكشفوا على الكتف ديالهم ليمن، وأمرهم باش أنهم يسرعوا في المشي في الأشواط الثلاثة باش يعلموا الكفار قريش أو اللي يبينوا ليهم شكون اللي ضعفاته حمى يثرب. غادي يدخلوا الصحابة ملبين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وكيطوفوا والمشركون تيشوفوا فيهم نظرة ديال الحزن والأسف. هادو هما اللي قضات عليهم الأمراض نتاع المدينة، هادو هما اللي ضعاف، هما كيسرعوا في المشي لدرجة أنهم بغاو يجريوا. شوفوا القوة ديالهم والأكتاف ديالهم قداشنا هي، والنشاط ديالهم. غادي طوف رسول الله بالمسلمين 7 ديال الأشواط، من بعد مشى للصفا والمروة وسعى ما بينهم وذبح 60 بدن لله عز وجل غادي يذبحها في المروة، وقال كل فجاج مكة منحر، معناها طرقها الواسعة. ومنحر أي بلي أنه مكة كلها يذبح في أي موضع منها الهدي. غادي أمر الصحابة باش أنهم يحلقوا شعرهم، وصارت فرقة باش أنها تحرس السلاح وتجي الفرقة الأخرى، حتى تمت العمرة نتاع سيدنا محمد وجلس في مكة لمدة 3 أيام، لقوله تعالى لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. غادي أمر المشركون علي باش أنه يخرج رسول الله من بعد 3 أيام. أخرج رسول الله للصرف، وهنا فين تزوج أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث اللي كان زوج بها إياه عم العباس بن عبد المطلب، وهي خت أم الفضل اللي هي مرات عمو العباس، ودها معاه للمدينة. غادي يجي رجل لرسول الله بغى الإسلام سميتو الوليد ابن الوليد. هذا الاسم فكركم في شي حاجة، واللي هو خو ابن الوليد. غادي يفرح رسول الله بالقدوم ديالو وسولو على خوه خالد، قال ليه أما أنا له أن يسلم وجعل نكايته مع المسلمين على المشركين وقدمنا على غيره. غادي يفرح الوليد على سؤال رسول الله على خوه، وغادي يصيفط رسالة لخوه خالد بن الوليد أن سيدنا رسول الله كيسولك وبغى منك باش أنك تسلم، فين هو عقلك؟ خالد بن الوليد في هذيك الفترة كان فكر في الإسلام ولكن مازال ما قررش. غادي يشوف رؤية اللي كانت رسالة من مولانا ليه، شاف راسو في شي بلاصة اللي كانت ضيقة، وإذا به غادي ينتقل لبلاصة واحدة أخرى اللي كانت خضراء وواسعة. هو سول أبا بكر على هذا الرؤية لما وصل المدينة، وقال له والله يا خالد لا أراها إلا الخروج من الشرك إلى التوحيد. خالد بن الوليد غادي قرر باش أنه يسافر من مكة المدينة. خالد بن الوليد سنواته وتحارب رسول الله أعظم قائد عسكري في هذاك الزمان، دابا قرر باش يهاجر المدينة رسول الله. غادي يقول أرجو الله أن يجعل لي رفيقا في السفر. في طريقه غادي يتلقى بعثمان بن طلحة اللي حتى هو بغى نفس الحاجة،
وفي طريقهم بزوج غادي يتلاقوا بعمر ابن العاص وسلم عليه خالد ورد عليه التحية وقال لهم فين غادين. عمر بن العاص قال احنا غادين عند رسول الله. قال عمر والله اني اريد الذي اردتماه. ومشوا بثلاثه عند رسول الله اللي فاش شافهم من بعيد غادي يفرح وقال مكة القت لكم فلذات اكبادها. جلس رسول الله معهم بثلاثه فاذا بهم بثلاثه غادي يدخلوا لدين مولانا. سادات من سادات قريش من اكثر الناس فهما وعقلا غادي يدخلوا لدين مولانا. قال رسول الله دعي لي مولانا يكفر عليا ما مضى. قال ليه يا خالد إن الإسلام يجب ما قبله. السنة الثامنة من الهجرة غيصفت رسول الله سفيرا له العظيم بصرة في الشام وعطاه رسالة ليه. وفي الطريق غادي يعترضوا عامل بلقاء اللي كان تخدم عند القيصر اللي سميته شرحبيل ابن عمر الغساني. غادي يشدوا السفير اللي عرف الخبر ديالو وصلبوه عدبه وقتله. سمع رسول الله بهذا الخبر وغضب كيفاش يتقتل سفير آمن ما كانش أصلا مستعد للقتال فقط من أجل أنه يوصل الرسالة ديال سيدنا محمد. غادي يجهز مقاتلون سيدنا رسول الله واستعدوا 3000 المقاتل باش يمشيوا للروم أعظم دولة في هذيك الوقت باش أنهم يأدبوهم على شنو داروا في سفير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. غادي يستعد الجيش وتسلحوا وجات وقت الإمارة. غيجعل رسول الله أمير الجهاد هو زيد بن حارث اللي كان تيحبه بزاف. قال فإن قتل فجعفر بن أبي طالب اللي هو ابن عم سيدنا رسول الله ولي الله جم الحبشة حتى هو يستعد مع الجيش لقتال دولة عظيمة. ما كانش رسول الله ناوي يخرج معاهم وكان معاهم خالد بن الوليد لي الله سلم. قبل ما غادي يخرجوا للجهاد غادي يبكي القائد الثالث واللي هو عبد الله بن رواحة. قالوا ليه شنو بكاك يا عبد الله واش انت خايف؟ لا والله راني تذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. كنا موعودون بالورود إلى جهنم ولكن لا ندري هل سنخرج منها ونصدر منها أم لا. فبكى عبد الله وقالوا الناس ليه وللقادة أرجعكم الله سالمين غانمين منتصرين. قال عبد الله أما أنا فلا أرجو هذا. وشنو كترجو؟ غادي نشد شعرا لكنني أسأل الله مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدة. يعني طلب مولانا ضربة ليموت فيها وهكذا ودعهم عبد الله. أنا بغيتش نرجع بغنيمة أو بأي حاجة من الدنيا. أنا بغيت الجسد ديالي يتقطع ويتضرب ضربات حتى يشوفوا الناس الجثة ديالي في سبيل مولانا. غادي تجهز الجيش اللي غيمشي أول مرة يتصارع ضد الروم اللي كانت معروفة أنها أعظم قوة. غيمشي رسول الله مع الجيش حتى ثانية الوداع ودعوهم الناس وداع نتاع أنهم ما غاديش يرجعوا. وهم خارجين قال لهم رسول الله لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا عابدا في صومعة. ما تقطعوا الشجرة ولا نخلة وما تهدموش الجدار. أعطاهم رسول الله أدب القتال وقال لهم أجوا حتى البلاصة فين تقتل الحارث بن عمير ودعوهم للإسلام إذا هما ما سلموش ديك الساعة جمعوا عليهم في سبيل مولانا. زيد بن حارثة هو اللي كان قايد الجيش غادي يتجه في اتجاه الشام حتى وصل المدينة اللي سميتها معان وعسكروا المسلمون تما وغادي يصيفطوا الاستخبارات ديالهم أنهم يجيبوا لهم الخبر على الروم. فإذا بالروم غادي يخرجوا ب10000 مقاتل وغادي يجتمعوا عليهم من المقاتلون ديال القرى اللي حداهم 10000 وحدة أخرى. وصل الخبر للمسلمين 3000 ضد 20000 ما كانوش متوقعين هذا العدد. غادي يديروا في ديك اللحظة اجتماع وبداو كيتشاوروا شنو يديروا. عدد لا يقارن 3000 ضد 20000 شنو غادي يديروا. كاين فيهم اللي قال نتراجعوا وكاين اللي قال نصيفطوا لرسول الله نسولوه شنو نديروا. عبد الله بن رواحة قال يا قوم ليس الذين تكرهون إلا الذين تطلبون إنها الشهادة. ما غاديش نقاتلهم بكثرة عدد ولا عتاد ولكن غادي نقاتلهم بهذا الدين اللي كرمنا به مولانا. أما النصر أو لا الشهادة سيروا على بركة الله عز وجل. غادي يقتنعوا الناس بكلامه وتقدموا وهبطوا في مؤتة غيعسكروا تما وتقدم جيش الروم. غادي يمشي نحوهم 20000 مقاتل أما المسلمون كانوا غير 3000 قدام 20000. راه معادلة اللي كانت غير منطقية. ها هما غادي يتواجهوا الفريقين وغادي يتقدموا وغادي يبداو القتال شي يدخل في شي والمؤمنين كيقتلوا بكل جهدهم وزيد بن حارثة غادي يسبقهم هز اللواء وتيكبر الروم غادي يحيطوا بهم وزيد بن رواحة تيقاتل بشراسة حتى طاح مقتول وغادي يكون أول من استشهد في هذه المعركة. أما جعفر بن عم سيدنا رسول الله هز الراية وبدا كيقاتل تقطعت ليه يده اليمنى
وهبط من الفرس ديالو وبدا كيقاتل بيديه اليسرى وتقدم كيقاتل والنبال كانت كطيح لي على ظهره، ورغم ذلك بقى تيحارب وتقطعت ليه يده اليسرى تحت الرايه غادي تحنى باش انه يهزها وجلس على الارض وشدها بفمه، والرماح كانت كطيح عليه ما بقاش يستسلم، بقى شاد فراسه وقاوم الى اخر رمق وطاح وقتل جعفر. قال رسول الله رأيته يطير في الجنة بجناحين. أما القائد الثالث اللي هو عبد الله بن رواحة اللي غادي يتردد وفشف جيش روم، قال نفسه أقسمت يا نفسه لتنزلنه طائعة أو لتكرهنه إن أجلب الناس وشدوا الرنة، ما لأراك تكرهين الجنة قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة من شنة، جعفر ما أطيب ريح الجنة. من بعد ما قال هذا الشعر ديالو غايقول الله أكبر وغادي ينطلق في المعركة وقاتل حتى تقتل، غادي يقتلوا القادة الثلاث اللي كان سماهم رسول الله في كل واحد وبلاصته. من بعد ما سمى حتى شي حد من بعدهم، قتل الحارث وجعفر وعبد الله. المعركة دابا مازال مستمرة ولكن بلا قائد، وقوم الروم كانت قوى من ديال المسلمين ومع ذلك ما استسلموش المسلمين. غادي ياخذ الرايه واحد من المسلمين اللي كان سميته ثابت ابن اقرام وقال ايها المسلمون اصطلحوا على رجل منكم. قال المسلمون انت يا ثابت زعما اتفقوا على شي راجل اللي يكون هو القائد ديالكم؟ قال لهم لا والله ما انا بفاعل. وبداو كيغوتوا خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، ولاول مره غادي يقاتل مع المسلمين، غياخذ الرايه والسيف وبدا كيقاتل حتى تهرس ليه السيف ديالو وخدا سيف واحد اخر تيقول لدرجه انه تقسموا ليا 9 ديال السيوف من يدي هذاك اليوم. وها هما قتل الروم اكثر من قتل المسلمين من بدايه النهار الى اخره وهما كيتقاتلوا. تيقول خالد بن الوليد من بعد ما تكسروا ليا السيوف غادي ناخذ واحد الصفيحه وبديت كنقاتلهم بها وكندفعهم بها حتى طاحت الظلام وكل واحد من الفريقين غادي يرجع للور. وهنا خالد غادي يوجد واحد الخطه اللي هي عسكريه وكانت ذكيه، قال لهذوك اللي كانوا في اليمن سيروا اليسر، ودوك اللي في اليسر سيروا اليمن، ودوك اللي في المقدمه رجعوا للور، ودوك اللي في اللور يمشيوا للقدام. في النهار الثاني غادي يتفاجئوا الروم ان الجيش اللي كان يقاومهم بالامس ماشي هو هذا ديال اليوم، وباللي هذا راه وفد واحد اخر اللي جا من المدينه. تخلعوا الروم وما فهموا والو وخافوا انه يزيد يتزاد العدد ديالهم. من ضمن الخطه اللي دار لهم خالد بن الوليد الذكاء، فبدا كيتراجع بشويه بشويه والروم غادي يوقفوا ما قدروش يتبعوا المسلمين، بداو حتى هما كيتراجعوا ويسحب لهم انه في هذه القضيه كاينه شي مكيده. خالد خاف لا يتراجع ويتبعوه الروم ويقتلوهم، ولكن لما غير التشكيله نتاع الجيش وقفوا الروم ورجع خالد وتراجعات الروم حتى رجع خالد بن الوليد للمدينه واستقبلهم رسول الله. لما عرف رسول الله بمقتل جعفر وكان تيحبو غيمشي عند آل جعفر وعيط على وليداتو كاملهم وجلسهم عنده عنقهم وشم ريحتهم وباسهم وشاف تمهم شنو تيدير رسول الله، وقالت ليه يا رسول الله كأنك علمت من جعفر وأصحابه أمرا. قال لها نعم قد أصيبوا، بكات مرته وقال لها الحبيب تخافين عليهم فإني وليهم، غادي تكلف رسول الله بهم وبشر مراته باللي أنه شاف جعفر كيطير بجناحين في الجنة. ومن هنا تسمى بجعفر الطيار. غادي يحزن رسول الله ولما خرج من عند آل جعفر قال الناس اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. غادي تصاب زيد وكان تحب رسول الله وعبد الله بن رواحة حتى هو، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. من بعد هذه المعركة غيبشر الحبيب صحابه بفتح بيت المقدس والقسطنطينية ورومية اللي كتسمى اليوم بروما. سئل رسول الله شكون غيتفتح أولا؟ قال لهم القسطنطينية، وفعلا غادي تفتح وهكذا غادي يرفع رسول الله المعنويات ديالهم. وهذه هي كانت حلقتنا الليله، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. لكن قبل ما نمشي ما تنساوش تجاوبوني على سؤال الحلقه واللي هو كالتالي، جعفر الطيار شنو كيجي لسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ وهذه المعلومه عطيتها لكم في الاول ديال الحكايه. دمتم في رعايه الله وحفظه، حاولوا ما تفلتوش الحلقات اللي جايين لانهم جد مشوقين وجد مؤثرين. نتلاقاو غدا في نفس الوقيته. سلام سلام.